قلت لي لأنه حارس خبرته أنه نحن مرضانين. لهاد القصير الأسمر هذا حقير، بجوز ما يكون خبرهم لهلأ. والله بتوقع أنه ما يبعثوا لنا حدا ليفحصنا. أنا حاسس حلقي ملتهب وجسمي شاعل نار، وأنا حاسس حالي عم أرجف وعيوني عم يجعوني وحرارتي مرتفعة كمان. مد إيدك شوفني سخنان. إيه علينا، شو بك أنت وياه؟ الله ياخدك إن شاء الله. تركون للصبايا. سخنان، حرارتي مرتفعة؟ أنا شو بيعرفني؟ سليم رشدان، عثمان رشدان، تعوا معي. وأخيراً. يا حرام، شوف الصبايا كتير ضعفانين. هدول حساسين، جو الحبس ما بيواتيهم مثلنا طبعاً. أوبا، وهزي يا نواعم، خصري كل حرير وخلي. خلصنا، فيها العافية. اللي قديش بدك منها دكتور؟ 1000 ليرة. شو؟ ايه، هاي هي التسعيرة. ماشي ماشي. هالزلمة ضحك عليك. معليش. مانك خايف يشوفك حدا؟ اسمع نسكوت. خلصنا بقى قبل ما يجي حدا. يلا شو صار معك؟ أكلنا هوا. عطيته الإبرة؟ إيه عطيته. بدكن توظبوا على الأدوية وبكرة بشوفكم. شكرا دكتور. معفين. مشي الحال؟ إيه. تفضلوا. قلتك بترد علي؟ لك خلص أخراس بقى.